الله بيبقى نبي يفرح الله عند موتي وحياتي. We'll be right back.
Yeah.
الهدي محمد اللهم صل وسلم على حبيب الهدي محمد على حبيب الهدي محمد على حبيب سيدنا محمد الشكر والتقدير إلى جمعيات هي شريكة لنا وإن كانت بعيدة عنا فما البعد إلا بالمسافة ولكن القلوب على بعضها فشكرنا موصول إلى جمعية ابن العارف للموسيقى والسماع في شخص رئيسها وأخينا الأستاذ عبد العزيز أبركان. وجمعية عشاق بلادي تنمية وتراث في شخص رئيسها الأستاذ إبراهيم القاسمي. إذا كان لنا أن نعتز وأن نفخر فهذا الرجل له فضل كبير على جمعيتنا فباسم الحضور الكريم وباسم السيد رئيس جمعية رحاب الإسماعيلية للملحون والموسيقى التراثية نتقدم له بخالص الشكر والتقدير وكذلك الأستاذ إبراهيم القاسمي رئيس جمعية عشاق بلادي تنمية تراث من مدينة طنجة وقد مددنا جسور التواصل لنصل بفن الملحون إلى مدينة طنجة وقد كنا ضيوفا أكرمتنا هذه الجمعية نسعى إلى أن نرد لها بعضا من فضلها علينا فتحية للأستاذين تحت تصفيقات الجمهور الكريم وقد جادت قريحة شاعر جمعيتنا ابن مدينة مكناس لكنه سفير جمعيتنا في الديار الفرنسية الشاعر الأستاذ الحاج خالد رزيق من خلالكم كذلك نتقدم بالشكر إلى جمعية عبد الله شليح لهواة الملحون بمراكش وللسيدين سليم هشام ونور الدين الرجراجي وجمعية سبعة رجال من مدينة مراكش وإلى كل الجمعيات المهتمة بفن الملحون وبالتراث المغربي الأصيل سأترككم الآن مع قصيدة في حق جمعيتنا نظمها بالمناسبة الشاعر خالد رزيق فليتفضل مشكورا وعبره أجدد الشكر إلى إخواننا وأخواتنا المقيمين بالمهجر فتحية للمغاربة المقيمين بالمهجر القصيدة في عجالة في الجمعية هذه. أيوة. القصيدة جت في عجالة في حق هذه الجمعية هذه. اسم القصيدة رحاب الإسماعيلية. هو الرحاب برحاب رحبات للزايرين مولاي إدريس الوالي. خيمة جميلة الناس لها وفدات. يتمتعوا بقريحة ويحييوا الليالي قايد الخيمة صورته تعلات قايد الخيمة صورته تعلات سيدي أبو زهراء بالعلام إشالي حمد المقدم تلقاه في الشدات لجمعيته قايم عمره ما يسالي عادي الخدام الله داسان وحوية ورضات الجلسة بلا بيهم عمرها ما تحلالي الأستاذ السبتي منظر يوثق الورقات لسانه صيت في الإعلام عالي بدر حسنة زدي حمد
والتازناسيات رشيد عبد الله همهم هلالي مولاي حسن مولاي حسن الزعروري يغر التغريدات كي البلبل لما الليل يسالي اما الرئيس اما الرئيس به الريحه بنورات الناصري عبد الصمد جميل الخصالي رحاب الاسماعيليه ناسها كرام الوافدين عمر بابهم ما يشدوا في كل موسم الاولياء حافين خدام يطعموا الفقير والغني لحد ما يردوا مناصرين سلطاننا هازين الاعلام على وحده بلادنا بسنانهم يشدوا الصحراء ارضنا ما فيها كلام كل عام سلطاننا البيعه يجددوا يعطيوا لتراثنا كل اهتمام يحبوا الاجيال الملحون بقواعده الباب الباب حكام طارزين المرام فاتحين قلوبهم حتى مع العدو كلامهم بالبسمه حاملين سلام كل عضو فيهم عامل جهدو تاركين التاريخ وشهادة الأيام هو اللي يكشف ويوثق وحده فاتحين قلبهم طالبين لؤام طافيين الخير طافيين الخير طافيين نيران بالخير اللي وقدوا الله يزين الأيام على طول الدوام ونكونوا من الشاكرين مع اللي ودوا ربي نصل سلطاننا الملك الهمام بلادنا عرفات الخير وجزيها رفع عهدو اسمحوا لي راه عاد كتبتها والقصيدة وهو يعتذر لأن القصيدة تكتبت في عجالة يعني قبل لحظات بقليل تكتبت القصيدة ولكن باسم جمعية رحاب الإسماعيلية وباسم أعضاء مكتب جمعية رحاب الإسماعيلية للملحون والموسيقى التراثية نجدد له وباسم السيد الرئيس نطلبوا منه يتفضل ويشكروا شخصيا تفضل يا سي عبد الصمد والله يرتوقف شكرا سيد كاتب العام نشكر الحاج خليل اللي ماشي المره الاولى كيتعامل معنا دائما فحتى الديوان ديالو نهار اللي جابو من فرنسا ابى انه يجي لمقر الجمعيه ودار الامضاء ديالو ما بغى يمشي حتى لشي بلاصه في الوقيته اللي كان واحد العدد ديال الاماكن تيعرضوا عليه باش يدير الامضاء ديال الديوان ديالو فضل انه يجي للفضاء ديال الجمعيه ديالنا اللي هي رحاب الاسماعيليه للموسيقى للملحون والموسيقى التراثيه وتما دار الامضاء ديالو الاخ خليل هو صديق قبل ما يكون شاعر صديق ديالنا كامل وصديق الجمعيه وتيساهم معنا دائما ماديا ومعنويا الشكر الجزيل له بغيت نشكر واحد السيده ايضا راه هي معنا هي الاخت بشرى الزين اللي حاضره معنا مستشارة ديالنا الجهوية اللي دائما كتساعدنا الزوج ديالنا بيان سور العائلة ديالها كاملة شكرا ربما إلى خدنا في الشكر ما غاديش نساليو لأن حتى حضوركم حتى الحضور الكريم واحد بواحد كنشكروكم على الحضور ديالكم معنا هذا شرف لنا ولجمعيتنا وصفقوا على راسكم الى جات على خاطركم شكرا للاستاذ بن بابا العلوي عبد اللطيف واستسمحكم في تقديم الشكر كل شيء يشكر لرئيس الجمعيه ولكن دائما كنقول اذا كان رئيس الجمعيه رجل عظيم فمن وراه امراه عظيمه اللي هي الاخت حياه اللي كنطلب منكم تصفقوا لها لان
هزة حماق حماق الرئيس وحماق الجمعية. مشكورة الأخت حياة، مشكورة الأخت لالا خديجة وزينب وأمينة وسيدي عثمان. والأخت سلوى، وأنا قلت لها إلا خدنا في الأسماء ما غاديش نفضيو. وأمون دوان وشكر خاص لخوتنا اللي في المهجر عبد الحميد العينوني وعبد الفتاح اللي أبوا إلا أنهم يحضروا معنا. وكنطلب من الجمهور الكريم واحد المرأة معنا في تواضع الكبار لكنها من أعظم الأصوات، صفقات حارة الأخت فاطمة رحال. تحية سلطات مكناس كذلك. لا طاهري الأخت الفنانة الكبيرة غنية عن تعريف الأخت الطاهري وجمعية الرحاب الإسماعيلية، كتفتخر أنها من بين الأسماء اللي عندها هذا الهرم. الأخت فاطمة رحال والأخت الطاهري اللي هما ربما تبحثوا في الفيسبوك ولا في الانترنت وغادي تلقاو هاد الاصوات وتشوفوهم على حقيقتهم. مرحبا بهم معنا. السيد الرئيس بغى يقول كلمه في حق الفنانات ديالنا، وقبل ما يقولها غادي نحيي وبصوت مرتفع سليم فيزيون. أنا براسي كنشكر سليم فيزيون لأنه كيواكبنا دائما في التصوير وفي الروبورتاج. داكشي اللي قلنا في حق السي سليم هو قليل بزاف، لأنه كيتبع معنا المواسم كاملة فيما مشينا كيتبعنا. وغنقول لكم واحد القضية، ما عمرو خدا ما عندنا أن سول سنتيم، وتيقرا فينا وتيجيب لنا لي سيدي وتيصور وتيدير كلشي كلشي فابور. كنشكر سليم فيزيون بزاف. باش نرجع للفنانات ديالنا، الاخت فاطمه والاخت طاهري، هادو الاخوان من خيره ما يوجد عندنا في المغرب، ما تنقولش في مكناس، في المغرب في الملحون من خيره. والحمد لله حنا كنفتخروا انهم كينتميو وكيمشيو دائما معنا وكيغنيو لنا دائما للجمعيه. اخت فاطمه رحال مرحبا بك، اخت طاهري كذلك غنيه عن التعريف، وكنطلبوا لها الشفاء دائما لان اخت فاطمه نعيمه الطاهري عزيزه علينا. وهذو هما الايقونات ديالنا، لا فاطمه ولا نعيمه. شكرا شكرا بزاف. ونجدد الترحاب بالحضور الكريم باش نستمروا في الحفل ديالنا ان شاء الله، ونجدد الشكر والتهاني للأخوين عبد الفتاح وعبد الحميد العينوني اللي كنتمنوا لهم التوفيق، وكنهنيو الأخ فتاح والجالية المغربية المقيمة في الخارج. ونعاودوا نرجعوا إلى الأجواء، أجواء الحضرة العيساوية مع تهضيرة وحدون، واللي كيحس بشي حاجة في عظامو ينوض يسوسهم. Yeah.
مولاي دريك، سيلا مولاي دريك.